طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة والتي نبدأها بالعناوين. من المواقع المحلية: سجين بمركز إب ينتحر بعد 18 عاما في السجن. اقتصاديا: تحسن الريال ولم تنخفض أسعار السلع. ومن الأخبار المنوعة: مزارع صيني يحول قطع غيار معدات الزراعة القديمة إلى طائرة ويحلق بها عاليا. أهلا بكم. يسرد موقع صحوة نت ما حدث لواحد من السجناء في محافظة إب والذي قضى أكثر من 18 سنة في السجن، حيث ظل يطلب من إدارة السجن الذي تشرف عليه ميليشيا الحوثي نقله من مصحة الأمراض العقلية، إلا أن مطالباته وجهت بالرفض. وعنوان الموقع: وسط تفاقم الوضع الصحي بالسجن، سجين بمركز إب ينتحر احتجاجا على سوء المعاملة. وقال مصدر في السجن المركزي بمحافظة إب إنه تم العثور على جثة أحد نزلاء إصلاحية السجن المركزي بمحافظة إب منتحرا نتيجة سوء المعاملة التي تلقاها داخل إصلاحية السجن المركزي. وبحسب المصدر فإن السجين يدعى أحمد السيد، وقد أقدم على الانتحار شنقا احتجاجا على بقائه في المصحة النفسية بالسجن. وتتحدث المصادر عن مساع عدة حاول من خلالها السجين أحمد نقله من قسم المصحة إلى قسم آخر في السجن، غير أن مطالباته تلك لم يتم الاستجابة لها. ويقبع السجين منذ سنوات داخل إصلاحية السجن المركزي، وينتمي إلى منطقة ميتم شرق مدينة إب. وتأتي هذه الحادثة في ظل عدم الاستجابة لمطالب المئات من السجناء الذين يقبعون خلف القضبان ويشكون من طول فترة بقائهم وعدم محاكمتهم أو وضع حد لمعاناتهم. ويكتظ السجن المركزي بآلاف السجناء والمئات من المختطفين من قبل الميليشيا الحوثية، والتي ضاقت أعداد السجناء من خلال اعتقال مئات الأبرياء من المواطنين من الطرقات والشوارع والمنازل، ولم تفرج عنهم منذ سنوات. متى كان على الدولة أن تستأذن لحماية شعبها؟ يتساءل السفير اليمني في لندن ياسين سعيد نعمان في مقاله الذي نشره موقع المصدر أونلاين. كلما اتجهنا نحو السلام واستعادة العملية السياسية للخروج من الأزمة، كلما ازداد توحش جماعة الميليشيات الحوثية مدفوعة بطبيعتها وبنيتها العنصرية المغلقة وأدواتها غير السياسية. رفضت هذه الجماعة أن تكون جزءا من نسيج المجتمع، وتعالت عليه وعلى قيم المواطنة فيه، وأصرت بشكل عجيب أن تتحول إلى شيء من الهوام التي يقذف بها التاريخ في طريق تطور الأمم. لا وظيفة لها سوى إعاقة تطور المجتمعات وإرباك استقرارها والانطلاق من أقبيتها لإشعال حرائق الحروب والصراعات. كلما أخذت الدولة تتجذر في المجتمع بقوة مؤسساتها وتعبيراتها الوطنية، ترفض هذه الجماعة المواطنة بدوافع تنشئها أيديولوجية متعصبة وعنيفة واستعلائية سبق لها أن حملت هذا البلد بروافع عنصرية دموية كرست التخلف والإقصاء وسفك الدماء والتمزق الاجتماعي. وفيما لو قدر لها أن تسود من جديد، فإن البلد سيغرق في أديم ذلك الماضي الرهيب. ولذلك فإنه لا خيار أمام اليمنيين سوى حماية أنفسهم من الانزلاق نحو الإرهاب الذي يطل علينا من داخل هذه الأيديولوجية التي تصطخب بمقاربات عنصرية مقيتة من حيث مضمونها الصفوي والإقصائي، والعنف الذي يشكل أداتها الوحيدة في فرض خياراتها. اليمن اليوم أمام مفترق طرق يجب التعامل معه بحسم، وهو أن استعادة المدن والمؤسسات والمنشآت التي سيطرت عليها ميليشيات الحوثي بالسلاح هي مسؤولية وواجب الدولة وحكومتها الشرعية. هذه الدولة التي ستسأل عن أي تفريط باستكمال هذه المهمة الوطنية التي تلتئم معها الدولة لتواصل إنجاز مشروعها التاريخي الذي يتصدر إعادة الاعتبار للإرادة الشعبية في بناء الدولة وتقرير الاختيارات السياسية للشعب. في تحقيق مهمتها تلك لا تحتاج أن تستأذن من أحد أو تنتظر موافقة أحد. كل التجارب الإنسانية التي واجهت مثل هذا العبث التي تمارسه مثل هذه الجماعات العبثة
لم تترك خيار الحفاظ على الدولة وحمايتها للثرثرة أو المساومة. يقول الموقع بوست إن هناك إصراراً إيرانياً على تنفيذ مبادرتها لحل الأزمة اليمنية، ويتساءل الموقع عن أسباب ذلك، ويقول أنه وفي منتصف إبريل 2015 وضعت إيران خطة تتكون من 4 نقاط بهدف الوصول إلى حل ينهي الأزمة في اليمن، وتتكون المبادرة الإيرانية من الوقف الفوري لإطلاق النار، والبدء في خطة للمساعدات الإنسانية، والشروع في حوار يمني يفضي إلى تشكيل حكومة ذات قاعدة موسعة لإنهاء الصراع. وكررت إيران التي تمول ميليشيات الحوثي بالسلاح والتدريب أن مبادرتها الخيار الوحيد القابل للوثوق والاستمرارية. في قراءته لإصرار إيران على تلك المبادرة، يؤكد المحلل السياسي عبد الغني الماوري أنها تريد وضعا مميزا للميليشيات الحوثي، وهو ما تكفله تلك الخطة التي تتمسك بها. ولدى إيران استعداد أن يكون للحوثي وضع مشابه لحزب الله في لبنان، لكن تلك الميليشيات تريد ابتلاع اليمن بحيث تتكون أو تكون صاحبة الأمر فيه دون الحاجة لأي شكليات. وأضاف في النهاية، تسعى إيران لتجنب الحوثي هزيمة عسكرية، وفي حال نجحت في ذلك فإن تلك الميليشيات سوف تحصل على وضع مميز في النظام السياسي اليمني. أما الباحث بالشؤون الإيرانية عدنان هاشم فيقول إن من الصعب قبول مبادرة صادرة عن إيران كونها طرفا في الحرب، وأفضل ما يمكن أن تقدمه إيران هو أن توقف تزويد الحوثيين بالأسلحة واستخدامهم كأداة ضد اليمن ودول المنطقة. إلى موقع المصدر أونلاين والذي تابع الموضوع الاقتصادي، وعنوان اليمن: تحسن الريال ولم تنخفض الأسعار. وقال الموقع أن الريال اليمني شهد تحسنا ملحوظا أمام النقد الأجنبي بعد أشهر من الانهيار الكبير للعملة المحلية، التي وصلت إلى أدنى مستوى لها في السوق الموازية السوداء عند 800 ريال للدولار للواحد. وإثر السياسة النقدية للبنك المركزي والحكومة اليمنية تراجع سعر الصرف إلى 450 ريال للدولار، مما شكل متنفسا لليمنيين الذين شعروا بثقة في عملتهم المحلية وانفراجة في الوضع الاقتصادي. ويأمل اليمني منير أحمد استمرار تحسن العملة المحلية وعودة سعر الصرف إلى ما قبل اندلاع الحرب في البلاد مطلع عام 2015، ويقول إذا عاد سعر الصرف إلى 215 ريال للدولار الواحد سيمثل لنا إفاقة من غيبوبة. ويضيف الشاب الذي يعمل في خياطة الملابس أن الاختبار الحقيقي للحكومة والبنك المركزي هو الحفاظ على سعر الصرف عند مستويات منخفضة وخفض أسعار السلع. ويستورد اليمن أكثر من 90% مما يستهلكه، ومن ذلك المواد الأساسية القمح والأرز والسكر وزيت الطعام والحليب والوقود. لكن رغم التحسن الذي شهده الريال، فإن أسعار السلع عند مستوياتها العليا عدا خفض بسيط في أسعار السلع التي تنتج محليا. الصحافة في أتعس أيامها تحت هذا العنوان تكتب بروين حبيب مقالها في صحيفة القدس العربي مضيفة: كل ما أتذكره هو أن مهنة الصحافة وصفت بمهنة المتاعب، وأنها مع الزمن أصبحت مهنة ممقوتة حتى من أهلها، لا لأنها مهنة متاعب فعلا، ولكنها مهنة تذل صاحبها في لقمة عيشه وتحوله في النهاية إلى بوق، حتى إن البعض وصف مراحل مهنة الصحفي بثلاث مراحل: مرحلة اللعق، ثم مرحلة الاستسلام، ثم مرحلة الهروب. واليوم في زمن الهواتف الذكية وانتشار الخبر في لمح البصر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أصبح أغلب الناس صحفيين أو ما شابه ذلك، فالمهنة البراقة جعلت من هب ودب يمارسها بطريقته حتى بات الصحفي بدون عمل. هل يمكن تحقير المهنة لأن الصحفي يشترى في حالة معينة، أم أن ما يستطيع القيام به في الحقيقة عمل يتقنه ويقدمه حسب المواصفات المطلوبة لصاحب العمل؟ بين الصحفي الذي يجلس خلف مكتبه ويصوغ ما يطلب منه في هدوء، وذلك الذي تمصه المهنة فتنفلت حياته من بين أصابعه، وبين من يصبح نجما وآخر يموت من أجل نقل الحقيقة للعالم، تنكشف حقيقة مشتركة، وهي أن هناك دائما من يحتاج إلى هذا الشخص الذي لا يقرأ ويتهم بألفته. مثل كل المهن في العالم، لا يمكن الحكم على مهنة أنها تضلل العدالة أو تشوه الحقيقة أو تتستر على الظالم، فليس كل نجم في عالم الإعلام شخصا سعيدا ومدللا كما يعتقد البعض،
وليس كما يعتقد البعض الآخر قابلا للبيع والشراء، وضع قد لا يفهمه عالمنا الذي ما أن دخل عالم الصحافة حتى جثت عليه التقنيات الرقمية فخر منهارا. هناك عالم بأكمله اليوم يشيد صرح المؤسسات الإعلامية، مبني حسب المعطيات اللوغاريتمية الرياضية، عالم ينقل لنا الخبر من كوكب المريخ مباشرة، فيما إعلامنا يبحث في صناعة رجل دين بديلا للذين أحرقته العولمة ليقود شعوبنا نحو معتقدات أقل حدة عن تلك التي تشبعت بها أجيال سابقة. ضمن إطار لبناء مناخ الثقة قبل إجراء المزيد من محادثات السلام، اتخذ التحالف بقيادة السعودية هذا الإجراء، كما قال صحيفة لوموند الفرنسية، فسوف تهبط طائرة استأجرتها الأمم المتحدة في الرابع من ديسمبر بصنعاء لنقل 50 جريحا إلى عمان. تركي المالكي المتحدث باسم التحالف قال إنه سيرافق الجرحى 3 أطباء يمنيين وطبيب آخر من الأمم المتحدة. الخبراء قالوا إنه يتعين على هذه المبادرة تسريع المفاوضات لإنهاء أربع سنوات من الحرب التي أنهكت السكان وسببت لهم المجاعة. وتضيف الصحيفة في تقرير ترجم خصيصا لقناة بلقيس، مصير الجرحى الحوثيين كان أحد أسباب فشل محادثات السلام السابقة في سبتمبر. وقال المتمردون إنهم يريدون الذهاب إلى محادثات بواسطة الأمم المتحدة في السويد إذا تم ضمان تمكنهم من مغادرة اليمن والعودة بأمان. كما أعلنت الحكومة الشرعية بأنها ذهيبة أيضا إلى السويد، وقد التقى جريفيث مع مسؤولين من كلا الجانبين في الأيام الأخيرة للتحضير للمفاوضات. ما يلبث أن يخف أثر وباء معين حتى يظهر آخر في بيئة حرب تساعد على إطالة عمر المأساة المتفشية على هيئة أوبئة وأمراض فاتكة أو فتاكة هذه المرة. تتحدث صحيفة العرب الجديد عن مرض السحايا وتقول: توفي عشرات اليمنيين وأصيب المئات بمرض التهاب السحايا في عدد من المحافظات اليمنية خلال أقل من عام. مصادر صحية قالت إن عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالمرض منذ مطلع العام الجاري وحتى نوفمبر الماضي في عدد من المحافظات اليمنية بلغت 2028 حالة، في حين بلغت الوفيات 68 حالة وفاة. وأكدت المصادر أن عدد الحالات المشتبه بها تحت سن 5 سنوات بلغ 1580 حالة، في حين بلغت الحالات المشتبه بها فوق السن 5 448 حالة إصابة في مختلف المحافظات. خطورة هذا المرض تكمن كما قالت العرب الجديد في التأخر بالوصول إلى أقرب مرفق صحي لإجراء الفحص للسائل النخاعي من خلال أخذ عينة منه من العمود الفقري وفحصها في المختبر. العبودية الحديثة، تحت هذا العنوان كتبت آمال موسى مقالها في صحيفة الشرق الأوسط. نعيش أشكالاً مختلفة ومعقدة وخطيرة من الاستعباد، في الظاهر نحن أحرار، ولكن في الحقيقة نعيش في تبعية متعددة ومركبة، تبعية لوسائل الإعلام وتبعية للمهيمنين على الاقتصاديات المحلية والاقتصاديات العالمية. نعيش على وقع العولمة واستعبادها الخطير للمجتمعات. بمعنى آخر، يمكن القول أننا نعرف حالة من الانفصام الواقعي، فنحن من جهة فعلا أحرار، ولكن من جهة ثانية لسنا كذلك، حتى إننا نعود إلى أصل السؤال: هل فعلا الإنسان كائن حر؟ فالحرية التي نفهمها لا يمكن أن تكون إلا إذا كان الإنسان مستقلا وفي غنى عن الآخر، وهذا في الحقيقة ضد تركيبة الإنسان ذاته، فهو كائن تتحكم فيه الغريزة ويحكمه المجتمع بنواميسه ومعاييره، وتضغط الثقافة على سلوكه وتفكيره ونظرته إلى كل شيء بدءا من ذاته وصولا إلى الآخر والعالم. بالنسبة إلى المجتمعات العربية، أفضل طريقة يمكن أن نحيي بها اليوم الدولي لإلغاء الرق هي محاولة قياس حرية الإنسان العربي، وإلى أي حد هو فاعل في حياته واختياراته، وإلى أي مدى ما زالت المؤسسات ضاغطة عليه ومانعة لتحققه الذاتي الخلاق. وأيضا، كيف حال المرأة العربية؟ وهل تخلصت من الأغلال التي تحملها في داخلها؟ وما زالت تعرقل خوضها تجربة الحياة بأكثر حرية وإنسانية؟ تكمن الصعوبة في المجتمع العربي في كونه يعيش تمظهرات متعددة من التبعية ومن فرط تعددها، فإنه لا يعرف من أين يبدأ، خصوصا
عن الحياة اليوم معولمة بشكل لا ينتج إلا ذوات انفصامية تئن من ألم الاستعباد التاريخي والحاضر المكتوم الصوت، ومن ضجيج الحريات والحقوق التي نتعاطى معها كأدوات للزينة في الأغلب. عن أكثر الأحداث تصدرا لعناوين الصحافة العالمية نطالع في موقع ديتشيه فيليه الألماني، والذي عنوان: فرنسا إصابات واعتقالات بالمئات والحكومة تدرس حالة الطوارئ. وقال الموقع: بدأ الأمر وكأن الفرنسيين يبحثون عن ثورة جديدة، لكن هذه المرة لا تخلو من العنف والتمرد. أكثر من 130 حالة إصابة و400 حالة اعتقال هي حصيلة التصعيد غير المسبوق الذي شهدته شوارع فرنسا مساء السبت، والإليزيه يدرس الرد. قال بنجامين جيرفور المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أن البلاد ستدرس فرض حالة الطوارئ للحيلولة دون تكرار مشاهد بعض أسوأ الاضطرابات المدنية منذ أكثر من 10 سنوات، ودعا المحتجين السلميين إلى التفاوض. ويقول الموقع أن السلطات تفاجأت بتصاعد العنف بعد أسبوعين من الاحتجاجات التي عمت البلاد، تعبيرا عن رفض رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة. ونظمتها حركة تعرف باسم السترات الصفراء، وتستسقي اسمها من السترات الصفراء الفسفورية التي يتعين على كل السائقين في فرنسا تزويد سياراتهم بها. في الأخبار المنوعة نطالع من صحيفة الشرق الأوسط: مزارع صيني يحول قطع غيار معدات الزراعة القديمة إلى طائرة ويحلق بها عاليا. وقالت الصحيفة: قام مزارع صيني بتحقيق حلمه في الطيران حين عكف على إنشاء طيارته الخاصة من معدات الزراعة القديمة التي ورثها عن عائلته. وقال المزارع شوبي: لم أخضع لأي تدريبات طيران احترافية، علمت نفسي كل ما أعرفه اليوم، وذلك وفقا لما جاء بفيديو مصور. وتفيد الصحيفة أن الرجل بدأ في بناء طائرات غير اعتيادية لهواة الطيران في جميع أنحاء الصين، ويقضي وقت فراغه في الارتفاع محلقا في السماء مبتعدا عن مجال الزراعة الذي يعتبر المجال الأساسي للعمل في الصين، حيث يضم أكثر من 300 مليون مزارع. صور متنوعة من صحيفة الديلي تيليغراف ننقلها لكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم، نتابع. ماذا تقول لنا الريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي تحمل العديد من الآراء والمواقف، نتابعها. بهذه الرسوم الكاريكاتورية نكون وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.